مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر من حلقات رمضان. رمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله يا رب يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا، ونحن مقبلون على أيام عظيمة، العشر الأواخر من رمضان. ندعو الله عز وجل أن يتقبلها منا وأن ندرك نحن وأنتم ليلة القدر إن شاء الله. دردشات رمضانية وهبة الأخرس، أهلا وسهلا، وصفاء منصور ميت، أهلا وسهلا، بيتكم عامر وتقبل الله الطاعات. كيف الهمة؟ الحمد لله رب العالمين. تمام. ما زلتم يعني شايفين شوي؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. كانت مبارح حلقتنا عن العشر الأواخر من رمضان وفضلها، وبشكل أخص ليلة القدر. فكنا عم نحكي انه الانسان اول رمضان بيكون الناس متشجعه وكذا، في نص رمضان بفطروا. بفطروا. فهي بتيجي العشر الاواخر بدها صراحه شحن زياده، وبدها همه وبدها تحفيز، فكان ضروري نحكي بها الموضوع. وفي ناس لا، بتلاقي كل رمضان ما شاء الله عليهم، يعني همتهم عالية. بالضبط. فإن شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا رب. الفطور شغلة طبيعية، يعني أي بني آدم إلا ما يصير معه فطور، بس هو بديش حد همته، يعني قد ما يقدر بده يحاول. صحيح. وفي ستات يا حرام من كتر ما بتعبوا برمضان، وحتى رجال بتعرفوا رمضان رغم جماله وأجواءه بس في تعب، وحتى في زيادة إنفاق يعني على البيت، في مصاريف زيادة. فما بيخلص رمضان وبتيجي الأيام الأخيرة منه إلا الناس منهكة وتعبانة. ففي البعض بيقول يا الله والله تعبنا خلص، يعني في ناس توصل لآخر رمضان مش كرهاً لا سمح الله في الطاعة، إنما لزيادة الحمل والعبء عليهم. كان الله في عون الجميع. كيفكم مع الأحداث من حولنا؟ والله احنا يعني نترقب اضرابات يعني انا نسال الله الامن والامان. يعني احنا سبحان الله يمكن ما وصل لهذه المرحله الشعب الا لانه ضاق. صحيح. يعني صحيح. كان الكل قاعد يرفع وكذا والكل الناس ساكت، لكن زي بتقول القشه التي قسمت ظهر البعير، يعني صحيح. فعلا وصلت لمرحله الإنسان ما عم بلاقي قوت يومه. صحيح. يعني هل يسرق وفي صار السرقات، هل بده يطلع من بيته يدور يشحد، بطل يرجع لبيته لأنه الأولاد بيكونوا طالبين كذا. صحيح. مسؤولية كبيرة. صح. فما طلع هذا الشعب للشارع إلا لأنه فعلا ضاق ذرعا في الوضع. صحيح. اللي احنا فيه. حتى العلاقات الأسرية كمان صارت تتفكك نتيجة أنه الزوج مش قادر يأمن معيشة أبنائه، والزوجة صار يضيق بها الحال، فبالتالي بتصير مشاكل. والله الإشي اللي صار صحيح إشي يعني سبحان الله، الواحد بيشوف بتطلع على الناس اللي حواليه بس بتحس انه في وعي. يعني انا انبسطت للوعي اللي موجود عند الشباب، قد ايه في وعي، قد ايه في ناس قاعده فاهمه شو اللي بيصير، شباب واعيين الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله ما دام في نبض للشارع وان شاء الله ان شاء الله انه كمان يعني المسؤولين واصحاب القرار عن جد ياخذوا بعين الاعتبار انه الناس ما وصلها لهالحال الا فعلا انه ضاق الحال. صح. فان شاء الله ربنا يصلح الحال. اليوم عندنا هيك مجموعه من المختارات، بس قبل هيك يعني لحد ما هيك افتح المختارات اللي عندنا، بتلاحظوا انه في اشياء بتكدر صفو رمضان، في اشياء اذا صح التعبير وتسميتها تلوث رمضان. احنا بنكون حريصين على انه البيئه ما تتلوث، انه بيوتنا تضلها نظيفه، انه مشاعرنا ما تتلوث، انه بس بتعرفوا انه في اشياء فعلا بتلوث رمضان. اكيد اكيد. شو صفاء ممكن شيء يلوث رمضان؟ هلا كثير المصطلح اللي استخدمتيه كثير عجبني، انه التلوث الرمضاني، زي ما قلتي في تلوث بيئي والناس بتحذر من التلوث البيئي، بس كمان في تلوث من نوع اخر في افاقنا للاسف. صحيح. تلوث اشد ضرر من التلوث البيئي، تلوث يعني بيبعد الانسان عن ربه في بعض الاحيان، بيسبب انه الانسان يقع بالرذيله لا سمح الله، تلوث اخلاقي سلوكي عقدي فكري. صحيح. فكري قاعدين بنشوفه سواء كان في وسائل التواصل او في التلفزيون او في الشاشات الفضائيه اللي عم بنشوفها، يعني بيتركوا كل اشهر السنه وبيجوا على يعني الشهر الفضيل رمضان اللي لازم يكون للعباده وللطاعات، بكدروا لنا اياه. وعشان هيك بتتاكدي هبة انه متعمد. صح. والله يعني مش معقول انه كل هالمشاهد وكم هالاسفاف وهالقصص اللي مقرفة سخيفة بتتجمع كلها لتنعرض في شهر رمضان. صح. والله انا بحكي، انا سميتها سارقو الحسنات. يعني فعلا انت سبحان الله في هذا رمضان بدل ما انت يقول لك
ماذا أعددتي لرمضان؟ شو عملتي لرمضان؟ لا بنلاقي الدعايات في التلفزيون هم بشو ترقبوا شو عندنا مسلسل جديد، شو عندنا مسابقات والفنان الفلانية وسهرات اللي مش عارف إيش، فبيشدوا الناس لشيء، وإحنا الأصل ننشد لإشي. كيف بدنا نطلع من رمضان؟ محطة بدك تتزودي منها، طب إيش عملتي لها؟ شو بدك تقدمينها؟ أنت بدال ما أنت عفوا عم بتجمعي سواء صلاتك عباداتك طاعتك صومك اللي مش سهل، يعني أنا بحكي الصوم ما صام الواحد إلا لأنه بده الأجر وقام الليل حتى إنه بده رضا رب العالمين، طب أنت بتسمحي لكل هاي الأشياء اللي تعبك ياخدوها بسرقة؟ صحيح. فإحنا بنحكي يعني فعلا الأصل كلام 100% سليم، بس المشكلة وين؟ يا عمي أنا راضي تقدم لي كمان لسه عمل زي اللي بتقدمه بالأيام العادية، لا بتروح للمدى للإشي يعني أكتر بحيث أنك بتقدم أشياء مخزية جدا. شوفي أنا من النوع اللي أنا ما بحب أقعد أتابع التلفزيون، بس بشهر رمضان بالذات بحب أكون يعني أتابع وأراقب وأراقب المشهد شو هو شو اللي بيتقدم. فوالله شيء يعني مقرف للغاية. يعني ناهيكي عن انه ابعدي لسه شوي عن الدراما والمشاهد اللي بتتقدم وحنحكي بالتفصيل يعني، بس انه حتى ليه يعني برامج الضحك كلها برمضان؟ ليه بنحول رمضان لمسخره يعني؟ صح مش صح فاهمه صح. ليه التهكم والمسخره والكوميديا والضحك والكل برمضان؟ يعني رمضان شهر جديه مع الله عز وجل، تربيه اخلاق تربية قيم صح. احنا مش ناس نكدين يعني، بس انه نخصص شهر رمضان للكوميديا والضحك والمسخره والبرامج عن جد اشي مقرف. صح. فحنحكي بالتفصيل وعن اشياء كثيره غير كمان الدراما وغير الاعلام حتى على بواقعنا، يعني بتشوفي اشياء سهرات رمضان سهرة. ايوه بجيبوا فنانين من برا، ما بكفي اللي عندنا، لازم نجيب ناس من برا وبرعايات ومبالغ طائله الناس. فحنحكي عنها ان شاء الله بالتدريج. بس في خبر عجبني كثير انه في مليونير مسلم اعتبر انه السرطان نعمه ووهب ثروته للمحرومين. يمكن سمعتوا عنه او قراتوا عنه. هو يعني عندما يصاب شخص بالسرطان، هالشخص اللي أصيب في هالنوع من المرض الله يعافينا ويعافيكم، وهو مليونير أصيب في عام 2015 واسمه علي بنات. اعتبر انه هذا المرض نعمة العضال نعم نعمة ومحفز على التغيير الإيجابي. ليش؟ لأنه بعدها مباشرة تحولت حياته. أيوة بدأ قصة في التضحية في البذل في الإحسان. في البداية أخبر الأطباء علي أنه السرطان لن يمهله لأكثر من 7 أشهر، فبدأ الشاب الأسترالي المسلم يعني اللي عرف أنه ما حيعيش إلا 7 أشهر وبعدها عاش أكثر من 2 سنين، بدأ في مشواره في عمل الخير، فوهب كل أمواله لأعمال الخير وهو مليونير. طبعا هالشاب ودع الدنيا بعد أن كرس سنواته الأخيرة في جمع وإنفاق المال على المسلمين المحرومين حول العالم. في حين كان يصارع المرض، قبل تشخيص إصابته بالسرطان عاش بنات حياة مترفة زاخرة بالسيارات الرياضية والملابس والمقتنيات الفاخرة، وعندما أصيب بالمرض أدرك أنه كان يركض وراء أهداف خاطئة. طبعا يعني حنختصر ما حنقرأ كل التفاصيل، لكنه قرر أن يوزع أمواله اللي هي ملايين على 3 مشاريع تهدف كلها إلى إيجاد حلول دائمة لتحسين أحوال الفقراء حول العالم. شو رأيكم؟ والله أنا أثارني حكيه وهو على فراش الموت وهو بيحكي، يعني فعلا يبكي ومؤثر جدا، مؤثر جدا انه بيحكي لك انه انا بدعو الشباب انه انت مغموس في هذه الدنيا لكن ماذا قدمت؟ انا رب العالمين ابتلاني في المرض فعرفت الطريق، لكن اللي رب العالمين ياخذه فجأة شو قدمت؟ فهي فعلا انها الواحد بيستوقف هذه الامور انه رب العالمين هل سيمهلك أم إنه مثلا رح يأتيك موت الفجأة وهو الآن كتران. بقول الأصل الواحد يكون حاسب لحياته ماذا سيقدم أو صح. إيش كيف سيلاقي رب العالمين في هذا اليوم، ممكن الموت بأي لحظة، بأي لحظة يجي يعني. صحيح ما شاء الله عليه، يعني حلو كتير الواحد يعني يخرج من المحن بمنح. صحيح يعني حلو كتير إنه يستغل هذا الشيء بالرجوع والتوبة. وهي هي الكلمة اللي حكاها، إنها منحة لأن الله أعطاني فرصة لأن أتغير. حلو. وهالتغيير كان أثره على الفقراء اللي كانوا، حتى الناس قديش الناس دعت له، يعني شوف قديش انتشر
يعني انتشار سيت الانسان دليل على صدق اخلاصه. الله يرحمه ويتقبل منه. واختيارنا الثاني والاخير مش حنطول، انه في كاتبة سعودية بتقول انه الجراثيم والبكتيريا نوع من الجن. يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف. وهذا هو الدليل. شو وجهة نظرها؟ انا والله العنوان لما قرأته استغربت، بس والله في في وجهة نظر في الموضوع. الكاتبة والإعلامية البارزة حليمة مظفر قالت إنه الجراثيم والبكتيريا ما هي إلا جن، وحول اقتناعها بوجهة نظرها حول هذه المسألة أوضحت بأنه المسألة ليست قناعة، وأضافت أنها منطق اللغة العربية التي تفسر واقع الجراثيم والبكتيريا كنوع من أنواع الجن. كيف؟ بتقول إنه بالرجوع إلى لسان العرب لابن منظور تجده يقول جنة الشيء يجنه جنى أي ستره، فكل مستور هو جن يعبر عنه باللغة. ستر عنك فقد جن عنك أي استتر واختفى. فبتقول وتابعت كلمة مجنون وهي مشتقة من جنة وتطلق على من فقد عقله، فبات عقله في عالم مختف عنا. فبناء عليه قالت إنه الكلمة تنطبق على الطفيليات والجراثيم لأنه إحنا ما لا نراها بالعين المجردة، فهي مخفية عنا فهي جن، لكنها نوع لا يعقل، يعني الجن بيفكر وكذا، بس الجراثيم والبكتيريا هي من ناحية اللغة العربية يعني أخذتها هي. أنت تخيلي مش معي يعني مش تخيلي تقولي للأطفال ماما غسلوا إيديكم عشان في جن عليهم، في جنان خافوا. فيعني هي حبينا هيك ننوع في اختياراتنا لليوم، لها وجهة نظرها وفي منه لغويا هي لغويا الجن كل ما خفية، عشان هيك بيحكوا الجنينة لأنها فيها شجر الجناية بتخفي الأشياء اللي بتخفي ما تحتها. والله اللغة العربية يعني حلوة وأشعارها لا متفاجئة لأنه يعني تخصصي بيولوجي فيعني عمري ما خطر على بالي نحب الأدب دراستك حول الجن حول الجن هذا لو بعرف ما درست يعني والله المستعان. يعني هاي وجهة نظرها. ونرجع لموضوعنا تلويث رمضان. الموضوع كتير الناس بتتحدث فيه في كل رمضان على الفضائيات على وسائل التواصل على إنه فعلا في سارقين لرمضان زي ما قالت هبة اللي قالت سارقين رمضان سارقين الحسنات هم فعليا بيسرقوا منا رمضان لأنه هو رمضان شهر الحسنات والطاعات والأجر فإنه يتحول رمضان لهيك يعني إنه تصير حتى أنت لما بتيجي تقدمي برامج من نوع برنامجنا بلاقوه البعض انه بلاقي البعض انه غريب يعني انه لا اجواء رمضان غير اجواءكم فرفشه انت بالضبط فرفشه ضحك مسخره يا عمي احنا من امتى صار انه والله بدهم يسلوا الصائم يعني بالضبط بالضبط يعني من وين جبتوا هالفكره انه رمضان للضحك والصائم ما بيسليه مش جاي يتسلى عشان بس يقضي ساعات ويوصل لوقت الإفطار شك الصيام يعني هذا المفهوم خاطئ للصيام الصيام مش امتناع عن طعام وشراب الصيام انه انت تمنع جوارحك من الوقوع بالمعاصي والآثام هلا بنشوف الشيء الكتير كبير المشاهد اللي كتير بنشوفها على شاشات التلفزيون من مسلسلات وأفلام وبرامج وفوازير وحتى المسابقات الرمضانية بقول لك مسابقة رمضانية بتلاقيها المقدمة لابسة لباس غير ساتر وبتقول لك رمضانية بتلاقي المسابقة أصلا قائمة على الميسر المحرم اللي بيدفعوا مكالمات ثمن المكالمات أكثر من الجوائز اللي بياخدوها بقول لك مسابقات رمضانية يعني بدخل الحرام في كثير من الأمور الرمضانية صحيح. هلأ المشاهد اللي بنشوفها هي مشاهد خادشة في رمضان المسلسلات اللي بتصير الكلام البذيء اللي بيصير بقول لك عشان رمضان إحنا عاملين هاي الأشياء طب ما هو الصيام جنة الصيام امتناع عن طعام وشراب هلا اذا ما كان الصيام امتناع عن طعام وشراب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون العله في التقوى طب اذا صحيح. ما صار تقوى معناته الصيام في خلل هلا مش الفكره صح. انه امتنع عن الطعام والشراب لا الفكره ان يتحقق التقوى ما دام تحقق التقوى صيامي صحيح والامتناع عن الطعام والشراب يعين على تحقق التقوى اكيد يعني هو وسيله لتحقق التقوى بس مش هو الصيام بحد ذاته امتناع عن طعام وشراب صح مزبوط سبحان الله انا بحكي حتى يعني انت بتفتحي على وسائل التواصل على الفيسبوك بعض الجروبات بيسالوا بعض يعني ايش بتنصحونا نتابع ايش في مسلسلات اي ساعه وشو بقول انت رب العالمين ابتلاكي بانك تتابعي مسلسل لا تنشري وتاخدي اثم الباقي صحيح يا ستي احضري لحالك خليكي ساكت اذا ما انت
ردعتك دينك وردعك رمضان وجو رمضان وتقوى رمضان زي ما حكيتي إنه الواحد يكون عنده وازع داخلي إنه هذا لا أنظر له. حتى لو كنت قبل رمضان أنا بتابع بالأصل برمضان بالضبط أنا أعتبرها هاي مرحلة فرصة للتغيير. يعني فعلا زي ما حكينا إنه أنت في محطة بنزين سيارتك رح توقف، شو بتعملي؟ أول ما بتعملي إنك بتروحي بتعبي فيها بنزين حتى لا تقف. طب أنت طول السنة هذا الشهر اللي أظلنا فيه رب العالمين ووهبنا إياه، فماذا فعلنا؟ صحيح. هل نتزود هاي البرامج بإيش رح تفيدنا باقي رمضان؟ ايش رح تصرف علينا؟ حتى هي لو كانت مباحة على فكرة، لو كانت مباحة احنا بتكون ضيعنا بالزبط. اوقاتنا يعني صحيح. من كان يومه صحيح. كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. بقول لك العلماء استخدموا كلمة الغبن هو في التجارة في البيع والشراء، لأنه الإنسان في طبيعته تاجر. التاجر إذا أكل من رأس ماله هو خسران، لكن إذا أكل من أرباحه هو رابح. وهيك الإنسان إذا صرف وقته فيما لا يقرب إلى الله حتى لو كان مباح هو خسران. فكيف صحيح. لما نصرف وقتنا مزهود. في الأشياء المحرمة صحيح. والمشاهد اللي بتخدش صيامنا اللي عن جد يعني بتأثر على صيامنا صحيح. يعني إحنا يعني ما بدنا يفهم المشاهد أو الناس اللي عم بتتابعنا إنه والله إحنا جماعة بدنا مقضين طول يومنا جد قرآن وصلاة وبعد عن المحرمات أقل ما فيها يعني بالضبط. بس هي يعني. فرصة إنه أنا إذا والله مدمنة مسلسلات، لا والله برمضان عندي شيء أنا والله بعدني عن شهر القرآن يعني أنا أترك قرآني وأقعد أتابع، أو والله ماسك المصحف وبتابع مسلسل وعينها بالهاي بتقرأ آية وبترجع بتتابع، يعني شو هالقراءة؟ شو هالقراءة؟ ناهيك عن برامج الطبخ اللي بتستمر لساعتين وثلاثة كأنه أكل. يا جماعة أنا بفتح على بعض القنوات برنامج طبخ، مسابقة طبخ، بعدين برنامج طبخ مع الشيف الفلاني، بعدين دعاية لمنتج فلاني طبخة، بعدين يعني إحنا رمضان بس جايين واصلين لرمضان عشان ناكل ونشرب. سبحان الله بالضبط حكاها. أنا بسمع للدكتور عمر عبد الكافي بيقول أنا بدي منكم شغلة، حكى بعض القواعد مشان رمضان تدخلي رمضان، بقول وزنوا حالكم، أنا بدي توزنوا حالكم قبل رمضان وبعد رمضان. إذا خسيتوا شوي معناه أنتم ما كنتم مهتمين كثير، يعني من باب الفكاهة يعني. فبقول فعلا أنت بتقضي إدارة رمضان بالضبط زيادة كنت 70 صرت 90 كذا من راحت الحكمة حتى الصحية من رمضان يعني. بعدين غير عن هبة الاتصالات اللي بتجيهم الناس الله يسامحهم، والله الطبخة الكذا أنا عملتها الطبخة الفلانية منورين ما شاء الله عليهم نتابعكم دائما. يا جماعة تابعوا لكم ماشي، أنا بقولش مرة والله أنا ما يعني أنا بحترم زملائي في القنوات الثانية وبقدر جهدهم، بس إنكم عن جد تسرقوا أوقات الناس على هذا النحو. إحنا بنجيب طبخ في برنامجنا مش ما بنجيب، ومع ذلك نلاقي الانتقادات من البعض إنه أنتوا تاركين قضايا الأمة وتجيبوا لنا طبخ. طب ما إحنا لا خلصانين معكم ولا خلصانين مع هو يعني توازن. أنا بقدم للست فكرة للطبخة ماشي تسعد عائلتها فيها أو تعين الستات المتزوجين جديد أو كذا، بس بالمقابل أنا مش رمضاني عشان أعمل 30 طبخة وأتدرب على الحلويات، ومش هي مش دورة تدريبية للحلويات. سبحان الله بيكونوا حاطين بعض للأسف يعني بعض الستات أنا بقول اللي فاضيين يعني احنا بنطبخ، احنا ما بنحكي بنموتهم من الجوع بنطبخ، بس الفكره انه انا ما ليست كل يوم كل يوم كل يوم. يا جماعه مشي يعني استغلي وقتك بشيء غير صح هذا الحكي. انت عم بتضيعي نهار كامل في المطبخ بتحضيرها والجهد والتعب ومنهكه، وبتقولي ليش ما عم بلحق وما عم بقدر اقرا قران وما عم بقدر اصلي تراويح، لانك انت استنزفك هذا الحكي استنزف. فبقول لا انا بحكي اطبخي، ممكن تطبخي طبخه ليومين تخليها، مش شرط انا والله يومي يومي يومي، ممكن ادبر حالي بشغله معينه، اما ما اقعد لا اليوم شو بدكم واقعد اطلع هاي الطبخه. وبعدين يا ريت لو طبخه واحده كمان كل طبخات. واحد بالعيله والله يا جماعة أنا بدي مضطر عم بخبرني المخرج إنه بدنا نطلع لاستطلاع نشوفه نشوف رأي الناس ونسألهم هالسؤال، بس إنه عم توصلك قصص وحكاية عن ناس مش ملاقية تاكل صح. وإحنا عم نعرض على تلفزيوناتنا كيف نعمل 20 طبق صح. نعمل أطباق باللحمة وبالدجاج وبالحلويات صح. يعني راعوا مشاعر الناس يعني مش كل الناس معها واللي بيصوروا الموائد وبينزلوهم على التليفون بالضبط وصور يعني. طيب صفاء أنا حسأل يعني حسألك هالسؤال قبل ما نطلع للاستطلاع اللي سألناه للناس بالشارع. هل تعتقدي أنه تتعمد
الفضائيات أو بعض الفضائيات وصانعو الدراما إنهم يلوثوا رمضان وأجواء العبادة والطاعة بما يقدم من برامج ومسلسلات وطبيعة هالبرامج وما يقدم فيها. ولماذا برأيك بيعملوا هيك؟ ليش بيتعمدوا؟ ولا هو مش متعمد؟ خلاص هم حابين. بس خلينا نشوف الاستطلاع وبعدين نرجع لك يا صفاء. مشاهدينا خلينا نشوف رأي الشارع بهالسؤال. القنوات الفضائية تتعمد في شهر رمضان أن تأتي بالمسلسلات الخليعة لرد الناس عن دينها. هذا شهر عبادة، هذا يجب أن يكون شهر القرآن، أن تدارس فيه التربية الإسلامية، أيضا معاني الصبر. فبالتالي القنوات الفضائية إما بتحط لك على الطبخ أو بتحط لك على المسلسلات الخليعة أو بتحط لك أشياء يعني لا يقبلها إنسان في هذا الموجود. فرجاء من الإعلاميين ومن أصحاب القرار أن توجه هذه القنوات إلى هذا الشهر الفضيل كما فعلت وزارة الأوقاف، باعتبار أنها جمعت الناس على 20 ركعة بحيث أنه يكون عندها وقت كافي للعبادة. حقيقة يعني القنوات الفضائية اللي ممكن أنها تجيب المسلسلات لا شك أنه بدها تأثر شوية على العبادات، لكن الإنسان ممكن يوازن يعني هو بين أوقاته بحيث أنه يعطي كل ذي حق حقه. بس انه لا شك انه القنوات اللي بتجيب المسلسلات هاي اللي ياثر على العبادات، يعني هاي لا شك فيها. لا بتتعمد، ما بقدر احكي بتتعمد، انت ما بتعرف انها بتتعمد او لا، يعني شكلها شكل القنوات الثانيه، بدها تواكب المسيره اللي القنوات الثانيه ماشي فيها. هاي الفكره. اظن انه في استهداف، لانه يعني شيء متعمد وواضح انه متعمد، لانه يعني احنا وصلنا نشوف اشياء مخدرات، اشياء الخمور في ده معروضة في الجلسات في النوادي الليلية. فأعتقد أنه في استهداف بشهر رمضان المبارك لإلهاء الناس عن العبادات وعن ما يقدر يسووه يعني خلال العبادات. وفي أشياء تانية يقدر المسلم يلتهي فيها بشهر رمضان من عبادات، من قراءة القرآن، ممكن في مسلسلات مثلا يعني تستفيد منها المواطن. طبعا القنوات الفضائية تتعمد انه تبث افلام وتبث مسلسلات عشان تلهي الناس في رمضان، اشي معروف يعني. طبعا عن عباداتهم وعن صلاتهم وعن صيامهم. انا باعتقادي هي رسالة وراء ناس يعني بيحاولوا الهاء الناس عن عبادتهم في هذا الشهر الفضيل. واحنا بنذكر الصحابة يعني رضي الله عنهم كانوا من الناس اللي يعني يجتهدوا في العبادة ويدعوا يعني الله سبحانه وتعالى 6 أشهر حتى يبلغهم رمضان و6 أشهر حتى يتقبل الله منهم من هذا رمضان. فأنا باعتقادي إنه في رسائل خفية في إنه هدفها تفكيك المجتمع، ونشوف إحنا بعض مرات إنه لا يصبح المجون والفتون إلا في المسلسلات وفي شهر رمضان المبارك. فأنا باعتقادي إنه هاي أكيد رسائل موجهة وراها أيدي خفية الله أعلم بها. فأنا يعني ضد هاي الأشياء، ولو إنه في بعض المسلسلات فيها رسائل هادفة إن كانت دينية، ولو كان فيها بعض الأهداف أيضا المدسوسة كمان من بعض الناس اللي بيدخلوا رسائل غير صحيحة في الدين ومدسوسة على الشريعة. يعني بتتنوع إجاباتهم، لكن البعض بيقول أنتوا عندكم دائما نظرية المؤامرة وأنه هذا الإشي مخطط له. لا، هدول الناس بحبوا يتسلوا ويقدموا للناس إشي يسليهم. شو رأيك صفا؟ هلأ في منه أنه أكيد في كتير ناس بيكون هدفها أنه التضليل، حتى لو طلعنا وشفنا كتير في برامج إلها سلسلات معينة نتطلع بنحس أنها بس هدفها إغواء الشباب وهدفها أنها تضلل الشباب، في حين أنه قنوات تانية بتقلد من دون ما يكون هذا الهدف، يعني بتصير زي نمط معين وبصيروا بدهم يقلدوا. هلا احنا ما بهمنا سواء كان تقليد او هدفهم الاصلي هو اغواء الشباب والهاء الناس في رمضان. المهم انه بالنتيجه انه فعلا في يعني كثير تضليل للناس. صحيح. في رمضان ولازم يكون اكثر وعي لهذا الموضوع. صحيح. وناهيك كمان هبه عن البرامج اللي بتقدم انه كل حد متدين او ملتحي هذا ارهابي. يعني وبتقصدوا يجيبوها برمضان للاسف. انا هاي يعني هذه كنت كثير بدي انوه لها، إنه مش بس هاي دعاء، شخصيات أنت بتعتبريها من الصحابة مثلا، أو شخصيات تعتبريها من الناس التابعين، أو شخصيات تعتبريها بلوثوا هذا الحكي وفعلا بيعملوها بطريقة فيها من الحب وفيها من تشويه مش طبيعي. يعني صحيح. أنا بعرفش في برنامج
عمر بن عبد العزيز كأنه أو كذا. أنا انصدمت لما تفرجت. أنا قلت يمكن الاسم شدني، قلت بدي أتفرج يعني، والراقصات والكذا يا جماعة، لا المضمون بعيد كل البعد، كل البعد. فأنت أنت قاعد عم تنشر فكر للناس بديش ألكي مضلل يعني. أنت الناس هدول اللي عفوا عمرهم ما هم سامعين ولا قارئين عن عمر بن عبد العزيز ولا كذا، أخذوا الفكرة، أخذوا الفكرة وصار هذه الشخصية اللي هي. فإحنا بحكي أنا هذا التضليل على الأقل ما يكون في هذا الشهر الفضيل يعني. صحيح. انتوا عم بتضللوا كذا، احنا صح ندعي الناس وبتحكي لهم انه هذا مش صح وهذا غلط وهذا كذا، بس التلفزيون اكبر وسيله صح. ممكن الناس تتفرجها وتاخذ منها. صحيح. مشكله يعني مزبوط يعني هذا الاشي كتير انا بلاحظه. هلا انا بنزعج من وسائل الاعلام والفضائيات اللي بتنشروا في رمضان وفي غير رمضان بس خصوصا في رمضان، من الصور الخادش، الكلام البذيء، الاشياء هاي. بس الاشي اللي بيزعجني اكثر هو اللي بيحاولوا يضللوا تفكير بالزبط. الناس هلا التفكير بيضللوا باكثر من شغله، زي ما قلتي الملتزمين ببينوهم بصوره سيئه، اليهود بيجيبوهم بصوره كثير منيحه، الصحابه والخلفاء الراشدين والانبياء كمان عملوا لهم افلام وعملوا لهم التاريخ كله يعني شوهوا لنا قاداتنا وعظمائنا. بالإضافة إنهم بيجيبوا لك صورة تاجر حشيش أو سلاح وبيصوروا لك، بيجيبوا لك كاريزما كتير حلوة وبيخلوا لك يا بطل. صحيح. طيب يعني بتحسي بيجيبوا لك الخيانات الزوجية، بنتعاطف مع الخيانات الزوجية، بيجيبوا لهم إنهم مظلومين، عم بيشوهوا مفاهيم. ومع تكرار هالمشاهد صارت إشي عادي ونألف يعني إيش معنى الخيانة، تصير إشي طبيعي لما يتكرر هذا الحكي، بصير إشي عادي، زوجها مش كويس معها عادي يعني. صحيح. فوالله بعدين المشكلة مصيبة يعني. طبعا مصيبة. المشكلة وين؟ إنه أنا بحس العائلة الملتزمة برمضان مثلا ما بنطلع على سهرات رمضانية، ما بنعمل، لكن في قنبلة موقوتة في البيت ومش منتبهين لها، شاشات التلفاز اللي في غرفة كل واحد من الأبناء، أنا ما بعرف شو أولادي بيحضروا، ما بعرف المسلسلات شو ممكن ترسخ فيهم. إحنا إشي طبيعي يشد الشاب أو الفتاة، مثلا برنامج مسابقات، برنامج ضحك كذا، فبالمقابل هم بيحكوا عن البرامج اللي بتقدم مثلا معاني وقيم وكذا، بقول لك انتوا والله دمكم تقيل، والله احنا بدنا نتسلى، بدنا نشوف القنوات الثانيه شو بتقدم شو، لانه احنا ما ربيناهم لايش رمضان اصلا. صح. الناس صارت بتفكر انه رمضان والله بس انه نتسلى ونضحك ونحضر مسلسلات ونقعد بالخيمه الفلانيه، نطلع نسهر ولا نسهر بالفندق الفلاني، ومين معه يسهر اصلا هالايام الناس. صح. الله يعينها. فبالتالي هاي المعاني اللي احنا بدنا نطلع برمضان واحنا زارعينها عند ابنائنا، انه يا شباب ويا صبايا مش لهيك رمضان. صح. شوفوا الشباب اللي بالشوارع عندهم مبادرات، بيطلعوا يساعدوا المحتاجين، هذا مش سائل لا بتلفزيون ولا بمسلسل ولا ببرنامج، ليه ما يكونوا ابنائنا زيهم؟ الابن اللي بده يغير في حاله، اللي بهالرمضان بده يحفظ سوره قران، اللي بده يعرفهم نفسه، محفزات دعاء في رمضان. انتوا يا اولادنا في البيت، يمكن هلا فتره امتحانات، بيبقى بضل تقريبا 10 ايام يا ماما، هلا الان الاعتكاف، يا ماما انا اللي بحفظ هذه السوره او سوره نحددها في البيت وكلياتنا بدنا نحفظ، حتى الاب والام مع بعض انه لكم جوائز معينه، انا بدي اعمل إشي الهيهم في شيء غير صحيح. غير الاشياء اللي عم تشوفوها. انا بحكي حتى مش بس هيك دعاء، مش بس انا بدي احكي عن رمضان التلفزيون، انا بحكي عن الزيارات، حتى زياراتك في رمضان، الفطور في رمضان عندي فلان وعند علتان، انا مع صله الرحم لكن ضد انه احنا بعد لا وبعد هذا الفطور نفطر على سيره فلان وسيره علتان وعملوا على والله حضرتوا المسلسل الفلاني، شفتوا فلان الفلاني، شفتوا فلان الفلانيه. صح. صح. فهي مشكله يعني، انه كمان حتى سهراتنا وقعداتنا بتروح كلها في حديث في هذا اللي لا طائله منه. حنواصل حديثنا حول هذا الموضوع وحوارنا. وبالمناسبة كمان في برامج صباحية بيقدموها يعني مذيعات وكذا، والله حاولت أجلس يعني أشوف أتابع، حلو الواحد يكون مطلع شايف ضحك 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 أغاني ضحك. طب وبعدين وين الإعلام الهادف؟ يعني خاصة أن إحنا بأمة بتمر بمنعطف، سواء على صعيد شعبنا الأردني بالزبط. في ضائقة مالية واقتصادية والبلد بمر بمرحلة صعبة جدا، فما بعرف شو الحلو اني انا طول قعدتي اضلني اضحك اضحك اضحك. حتى البرامج هاي اللي بيجيبوها الكوميديا يا جماعه حتنعاد والله طول السنه بدوش راسنا فيها، فاضيع رمضاني انا وانا اطلع على برامج كلها ضحك ومسخره يعني، والله مش يعني هذا مش منطق هذا الشهر. مش منطق. طيب بدنا نروح ل والله ما قلنا الا الحجه ام نافذ، خلينا هاي اللي لها الحجه بالضبط، نغير اجواء هالحوار لانه والله الواحد عن جد يستفز. طيب ام نافذ لتحكي لنا عن عزايم زمان.
يا سلام. عزايم زمان فرق بينها وبين عزايم هالايام. خلينا نشوف الحجة ام نافذ ونرجع لنواصل. هلا حنكون مع ام نافذ مشاهدينا، متابعة طيبة. احنا في رمضان بقينا يا اختي نعمل عزايم، نعمل عزايم على قدنا، على قد قدرتنا، على قد طاقتنا، مش زي عزايم اليوم. مثلا انا عندي جاطين ثلاثة اربع خمس جاطات، بكرة عندي العزومة اقول لك اعطيني جاطاتك، هذيك تقول لي اعطيني جاطات، نلم من بعضينا كلنا وناخد ونروح نساعد بعضينا. يعني مثلا النادي بنات اخته، مثلا بنات اخوه، بنات اللي الله بقدر عليه، اللي قد ما بقدر توسعه ينادي ونعمل هالعزومة ونجيب هالاغراض ونجيب الاواعي. والله بعد مرات ما يكون عندهم جنابة يقعدوا عليهم، مش حدا جنابة من بعضيهم ويقعدوا عليهم، هيك كنا مش زي اليوم. اليوم اذا كان الواحد اذا احنا عماله ما قيت اهالينا بيعملوا في الدواوين في شو اسمه المصلحة في بيعملوا في الاراس بالديوان، ديوان دار النتشة بيعملوا غادي العزايم، ديوان دار الهنيني بيعزموا في العزايم غادي. بقيناش من زمان هيك، من وين تجيب هالصحون وهالاواع معالق تشحدي وكل شيء تشحدي، ما فيش واحد عنده اشي اللي يكفي. والحمد لله رضيانين وكلنا ما احلانا. الجمعه هذه تكون العزومه عندك، الجمعه هذيك تكون العزومه عند هذيك، الجمعه هذيك تكون العزومه عند هذيك، على الدريه كل واحد يعزم الثاني مره يعني. والحمد لله رب العالمين، اللي يعملوا يعملوا على الأد يعني، لا يكبوا ولا يكبكبوا، لو ضل اشي يعني بده ياكله ثاني يوم ثالث يوم عادي يعني، ما فيش فيها اشي. اليوم الناس بتكبروا يا حبيبتي، اذا كان الاكل اللي طابخينه لهم لحالهم بدهم ياكلوا منه ضل منه اشي، ثاني يوم بيقعدوا يقوموا يجددوا شكل وشكلين ثلاثة وبيشبعوا شيء. طب ما هو هذا رمضان مش أكل وشرب، رمضان مش أكل وشرب يا جماعة الخير. واللي بيوفر بيوفر حاله، واللي يعني هاللي بتبقى يعني حرام أحكي، أنا بشوف شوف عيني هدولة الخبز بيبقى كياس 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 معلق على الحاويات، هذا حرام ولا حلال؟ ليش اليوم اطلعوا ثلاجات وعندهم ثلاجات؟ مش عشان يحطوا النعمة فيها، الطبخة بتقعد يومين ثلاثة ياكلوا منها، الخبز يسخنوا وياكلوا منه، ليش كل هذا بكبوه؟ هذا حرام، هذا حرام حرام، يتكوا الله في جيزانهم وفي أولادهم، بتعلم الكلمة زيها بتتعلم. احنا والله بقيناش هيك، والله نطبخ تاخذني شوية الكلمة، تعمل أمي مثلا مرت عمي جارتي اللي احنا ساكنين حوالينا، يعملوا مثلا ينشفوا، يعملوا كسكسون، يعملوا كسكرون وينشفوا، يطبخوا يا خاني، يعملوا كسكسون، يعملوا جميع الطبايخ يعني. عيب بدي أحكي لك شو يعملوا، مجدرة ياكلوا مثلا، يقولوا الكسكسون عنه هذا اللي بنشفه، على بندورة يقلوا بندورة راس بصل وفلفل وياكلوا إذا ما فيش عندهم خبز، بأي ما قنعين قنعين، مش زي جيل اليوم يا حبيبتي. اليوم المصروف اللي قاعده بتعطيه لابنك، المصروف اللي بتعطيه لابنك بيصرف على عائله من زمان. اليوم اذا بتعطي الولد نص ليره ولا ربع ليره بدوش بلاشي، بده اكثر. طب من زمان قرش وقرشين بقى الواحد ياخذ مصروفه، طب هذا حرام يعني. اذا كان الله انعم علينا نهلكم نوديه هون وهوني في اشي ابدا. قال اطعم زي ما قال المثل، تعبني يا عبدي وانا بطعمك، اكسيني يا عبدي وانا بسقيك، اكسيني انا عبدي وانا بكسيك، لانه في ناس بحاجه، اللي بفقد الثاني ما هو ربنا بيعطيه اكثر منه. بدل ما انا بدي اطبخ واكب وبدل ما اوديه بعد يومين ثلاثه، لا اودي من ترس الطنجره قبل ما تاكلي انت، ودي هذا الحلال، مش ثاني يوم او ثالث يوم والله زاد عندي اروح اوديه لجارتي، لا هذا ما بصير، لازم من راس الطنجره الواحد يطعم الثاني، وكلهم يحننوا على بعضهم ويديروا بالهم على بعضهم، وكان الفقير يعمل عزومه والغني يعمل عزومه، كل واحد عطاته، كل واحد على ما قدره. طب انا بروح لك عند ناس اليوم، والله العظيم والله العظيم هاي ثلاث ايمان بالله العظيم، رحت عند ناس معزومين صاروا يقيموا الاكل عن الطاولات بدل ما يخششوه ويديروه وينظفوه على الحاويه على الحاويه على الحاويه، وبعدين اجت السياره، والله يا رب شوف عيني هدول، اجت السياره تبعت الزباله كتت كل هذا في قلب وراحت. طب هذا مش حرام؟ هذا حرام، بدل ما عملت هيك اعزم اشي بسيط وفرق، فرق المصاري، فرق الرز، فرق اللحم، ما تعملش هيك، بنوبك اسر وثواب اكثر. حماية الله يرحمه كان سني، حماية كان سني والله العظيم، انا ما بعرفوش يعني ما بتجوز بعديها، بقى مثلا انا فقيره هذيك فقيره هذيك فقيره، احط الكيس القد من جميع ما خلق ربنا، شو اللي بنحط في قلبه وما يخليكيش انت تدري ولا هذيك تدري ولا هذيك تدري، يروح الصبح يا عشيه بعد ما ينام يحط لهم اياه ورا الباب ويروح،
طب هذا الناس هيك بتعمل على بعضيها، مش واحد ينام جيعان وواحد ينام شبعان وكابب اكله، هذا الاشي ما بصير. وان شاء الله كلامي عجبكم، والله يعطينا ويعطيكم العافية، وان شاء الله اللي بسمعنا بقول الله يجزيها الخير، واللي بده يتكلم علينا الله يسامحه. يعني احنا بدنا نوجه لها تحية لخالته ام نافذ، الله يسعدها ويسعد قلبها ويدوم بيتها عامر ان شاء الله. الستات الكبار وحواديتهم اه والله حكياتهم حلوين، وايامهم ان شاء الله وايامهم بركه كانت والله. الزمن تغير والناس تغيرت والله المستعان، والزمن يمكن ما تغير، احنا اللي تغيرنا. صح، كثير بيحكوا هالعباره، ما تغير كمان ليش الحكي برضه الزمن تغير. طيب احنا كنا عم نحكي عن البرامج يمكن اخذتنا كثير، والاعلام والفضائيات وكذا، بس انه في اشياء بتلوث رمضان غير كمان التلفزيون، يعني ممكن احنا نكون سبب في تلويث رمضان للاسف. صح، يعني انا بحكي كمان مش بس هي التلفزيون، انا بحكي حتى النوم اللي عم الناس عم تقلب حياتهم. يعني احنا بنعرف دول الخليج بيسهروا طول الليل على التلفزيون مثلا او على السهرات، وبيناموا طول النهار، ما عندهم دوام كانه. صح، بعرفش اذا بعطلوا برمضان، يمكن يمكن هم لو يعني بقول احنا هلا بدنا نعمل السياسه نفسها مصيبه. او انك بتقولي بدي اريح حالي من اولادي بسهرهم طول الليل طعه وقايمه زي ما تحكي، وبالنهار بيناموا طول النهار لعند اذان مشان ما يحسوش بالصيام. طب انت ايش علمتيهم؟ ايش ربيتي فيهم؟ ايش زرعتي فيهم؟ اي معنى؟ بس انه انا قصه احنا رمضان بس يا ماما عطش وجوع، وانا هيني بدي انيمك، وبس تصحى بتلاقي حالك بدك تفطر. صحيح. فانا ما ايش ربيت فيه؟ هل علمته كيف يقرا قران؟ احنا بكنا بالرابع والخامس والله تقعدي على المصحف ايام زمان، انه تحسي انه بنتنافس بانك بدك تختمي. كم مره بدك تختمي؟ شو دور كان الوالد الله يرحمه والوالده؟ والله كان الموضوع. يا دعاء احنا كان يعني الله يجزيهم عنا خير الجزاء، يعني انا بشكرهم والله يرحمه البابا او والدتي يخلي لنا اياها يا رب. يعني كان هذا رمضان تنافس في كل شيء. صحيح. فعلا تمسك المصحف انك كم مره رح تختمي، كم مرة رح تحسي إنه مثلاً في آية استعصت عليك تفهميها، إيش تعلمتي اليوم؟ قرأتي قديش؟ قرأت مثلاً جزئين، طب إيش طلعتي أحلى آية أنت تعلمتي فيها؟ تنحكى عند الإفطار، قبل الإفطار، قبل الدعاء، قبل إيش تعلمتي اليوم؟ أنت عليك هذا الحديث، حديث المساء. فأنا بقول هاي الأشياء إحنا نعلمها لأولادنا تربية. تحسي إنه مش بس بده يقرأ قرآن مشان يمشي. هل انت مثلا عارف التجويد او احكام التجويد؟ احكي لي في هاي الايه ايش فيه. اقعدي معهم لو نص ساعه، كنا يا علمهم ننام صراحه زي الناس ونصحى زي الناس ونصحى والله ما كنا على السحور قوموا ونصحى بالضبط، انه قاعدين طول الليل والله الواحد بضوج عن جد. بعدين قعده الليل اذا ما كانت فيها قيام وفيها تعبد مش حلوه. يعني لما يكونوا كل الاولاد صاحيين والكل قاعد واجواء نهار، يعني خصوصيه الليل راحت. هلا ليش الليل يعني قيام الليل له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ لأنه قيام الليل سبحان الله يعني بيتوسل الإنسان لله تعالى بجو من الصفاء، بجو من يترك نومه ويترك نومه. صح. لكن إحنا مش هيك، صار نهار هذا يعني. صح. أهلا بالبرنامج معانا. صحيح. لو بتكون الأم عادية يعني هايبر أكتف بقول للأولاد. أيوة. ومش مشكلة، مش مشكلة، خليهم سهرانين، أنا بالنهار برتاح. يعني تحسي إنه أنت ما زرعتي شيء، هاي المصيبة. إنه إيش بدك تزرعي وإيش بدك تطلعي منهم برمضان؟ فعلا. شو علمتيهم بهذا رمضان؟ يعني أنا كثير بيعجبني حتى في بعض الجيران عندنا الله يجزيهم الخير، هاي الطرود او الزيارات للايتام او عفوا برضه الحالات الفقيره، انه بياخذوا اولادهم دعاء وبيروحوا معهم زيارات انه حتى يشوفوا ويتعلموا. والله أنا لما يشوف سبحان الله الولد طول نهاره متطلب، طول نهاره بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا وبهذا بسعر وهذا، لما يشوف حالات الفقيره هاي انت زرعتي فيه، انا من غير ما احكي هو رح يشوف هذا الحكي. صح. ويرجع واحسن من 100 حكي لانه مش هبه. وكانك قدمتي لفقرتنا اللي هي نصائح لجعل رمضان اجمل في عيون اطفالنا. يا سلام. حنكون مع ميسره. حلو. وتحكي لنا عن هالمعنى ونرجع ل نعطي كمان صفاء تحكي لنا بعد الفاصل. اذا مشاهدينا الاستاذه ميسره فياض ونصائح لجعل رمضان اجمل في عيون اطفالنا، نتابع مع بعض. السلام عليكم.
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. طبعا الحكمة واضحة اللي هي إيش أنا ممكن أنشأ في طفلي منذ صغره، وأنا هون بدي أربط هاي النشأة في رمضان مع طفلي. إحنا طبعاً لما بكون مثلاً بنشتغل لوقت طويل مثلاً سنة أو يعني أنت بتشعر بالملل والروتينية في حياتك، فشو ممكن نعمل؟ إنه بندور على دورة تدريبية أو ورشة عمل تعمل تجديد لمعلوماتنا وتعمل هيك ريفرش للحياة. وأنا بعد طبعاً هيك بتحس إنه بعد الدورة بنرجع بنفوت على العمل بطاقة أكبر، ويعني هيك بنفس للشغل أكتر. هون بدي أشبه رمضان بدورة تدريبية أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى، ونعمة العطية. شهر رمضان هي مكان ووقت وزمان للتغيير. مو حلو ومش منيح إنه أنا زي ما دخلت على رمضان أطلع منه، هاي بشرة غير جميلة أو غير سعيدة لك أيها المسلم. وهذا الإشي كمان بدنا نركز فيه على الأطفال. رمضان هو شهر بيتوتي، بنجلس فيه مع بعض أكتر، وقت العمل بقل، وهي فرصة لنتواجد مع بعض في المنزل لكن نستفيد من هذا الوقت. طبعا ما بحب إنه فقط تكون لماتنا على الإفطار وعلى الطعام وباقي النهار طبعا ما حدا بيشوف الثاني، يا إما نايم يا مع التلفزيون. طبعا هذا أنا هيك طبعا بفوت في رمضان فقط إنه بجوع وبعطش وباكل وبس. لا، رمضان بيئة خصبة، بيئة ثرية لأغرس في نفس طفلي كتير كتير من القيم. هذه طبعا معلومة دائما بركز عليها، رمضان بيئة جميلة لغرس القيم التربوية. بس بركز على شيء مهم اللي هي نظام الحلقات. اعمل حلقات في البيت اللي هي التجمعات، إن احنا نتجمع بالبيت لهدف معين، سواء حلقات لحفظ القرآن الكريم، حلقات لرواية القصص، سواء رواية القصص عن قصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن السلف الصالح، بربطها برمضان وبغرس كثير من الآداب والأخلاق. أيضا في عنا ممكن لنشاطات، إيش بنقترح للأطفال؟ فوازير طبعا اللي هي الغاز، الألعاب للأطفال. فأنت هيك جعلتي من نهار رمضان شيء ممتع، يعني ما تستصعب هاي الأشياء، ما تحسوا إنه لأ إنه أنا صايم، لا، هاي الخبرة اللي إحنا للأسف رابطينها فينا إنه أنا طالما أنا صايم ما بقدر أعمل، ما بقدر أسوي. دائما الطفل طالما يعني هذا الإشي على فكرة الطفل ما بيشعر فيه إلا إذا شافه في أهله أو الكبار اللي حوله، الصايم تعبان عطشان جوعان ما بيقدر يعمل إشي. هذا الإشي ما بدنا، هاي الصورة ما بدنا نرسمها في نفوس أطفالنا. على العكس، نهار رمضان شيء جدا ممتع بنقدر نعمل فيه كتير من الأشياء. خليهم يتساعدوا معاكم في عمل الإفطار، في عمل السحور. يعني مش ماما أنت صايم خلص تعبان ما تتحرك، لا بالعكس، اجعل منه شخص يعني مفيد سواء كان صايم أو مش صايم. الإشي اللي حابة أركز عليه اللي هي ربي بنظام القصص. إذا أنت حاب تغرس كثير من القيم في نفس طفلك سواء عن رمضان أو غير، إنه في مواقف أخرى، عن طريق القصص. القصص إلها كتير من الفوائد، اللي هي أنت بتعلم طفلك كتير من الألفاظ اللغوية، تعليم الطفل كتير من الحلول للمشاكل، وأيضا الأسلوب في حل المشكلة. لما أنا بعطي ردة فعل لإساءة الطفل بالنهر أو بالضرب أو بالصراخ، فأنا علمته هذا أسلوب لحل المشاكل. لكن استخدام القصص في حل المشكلة، هذا بتعلم الطفل في أسلوب الحوار والتفاهم والتمثيل لحل المشكلة أو سوء التصرف اللي أنا قمت فيه. هاي الأشياء، إحنا الفقرات اللي إحنا تكلمنا فيها، تكلمنا قديش مهم إني أدخل طفلي برمضان وأربي وأعلمه كتير من القيم وكتير من الأخلاق في رمضان. بنصح لا تضيع رمضان ولا تدخل في رمضان كما خرجت، يعني عفوا لا تخرج من رمضان كما دخلته. اجعل من رمضان شحن وطاقة وتربية للاستمرارية
فيما بعد. نشكر لكم حسن متابعتكم وصيامكم مقبول. بيتكم عامر. أكيد نصائح مهمة جدا، مشكورة ميسرة، وإنه فعلا كيف نخلي رمضان أجمل في عيون. هو جميل، رمضان جميل، لكن اللي لوثوه فعلا شوهوا صورته، فبالتالي إحنا بدنا نرجع لرمضان ألقوا جماله. صفاء، في أنا عم بقرأ دعايات والفنان الفلاني وهي موجود بالفندق الفلاني وكذا، افطروا معه. بالضبط، افطروا معه. يعني على هو على أساس صايم، فبالتالي والفرقة الفلانية والمغني الفلاني وكذا، وبيجيبوا لنا، يعني بلموا لنا بهالرمضان وبيجيبوا لها الناس للأسف. أكيد كل حد واعي ما حينساق لهاي الأمور، واللي ما معه فلوس أصلا ما حيروح، معاش ما بالزمر. بالضبط. لكن بالمقابل في ناس والله ما بتعرف، والله في ناس عن جد يعني عن جهل بتروح بتتابع هاي الأشياء. صح. فشو بنحكي لهم صفاء؟ والله يعني الأصل إنه نستغل شهر رمضان بالطاعات، نبتعد عن كل هاي الأشياء الملهية، كل الأشياء اللي بتضيع أوقاتنا، وكمان أنا بضيع أوقاتنا بمعصية، فيعني كتير مصيبة إنه أنا أضيع وقتي بمعصية. إذا كان بدي أضيع وقتي بمباح فهو أمر يعني كتير أنا بكون خسرت في هالشهر الفضيل. كيف لما أروح على خيام رمضانية وأروح على هاي الأماكن، وحتى الجمعات العائلية اللي بتكون زيادة عن اللزوم، السهرات اللي بتمد للسحور. صحيح. ضيعنا أوقاتنا، وصلنا ليلنا بنهارنا، الجمعات اللي لا تخلو من الغيبة والنميمة، في الأخير بتوقفي في المسجد ومش عارفة أخشع. كيف بدك تخشعي وانت طول نهارك يعني من مسلسل لمسلسل، بعدين جمعات، بعدين سهرات، بعدين اختلاط. صحيح. بعدين كلام فيه الغيبة والنميمة. أكيد يعني الإنسان اللي شغل نفسه بالنهار بالبعد عن الله تعالى ما ضل في الليل ما رح يكون قلبه خاشع لله سبحانه وتعالى. بدنا قد ما نقدر نستغل هالأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، نبتعد عن المنكرات. والله المشاكل والهموم اللي بتصير حوالينا، الضرائب والغلاء والحروب والأسعار وكل الأشياء اللي نشوفها، ما هي إلا أثامنا، أثام الإنسان. يعني الإمام الشافعي لما في يوم من الأيام كان شديد الحفظ لدرجة أنه إذا فتح كتاب يغطي على الصفحة الثانية، لأنه إذا وقع نظره عليه رح يحفظ الصفحتين مع بعض. في يوم من الأيام بطل يحفظ بالشكل المعتاد، راح لشيخه وكيع وحكى له أنا يعني سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي أن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. طب كيف كل هذا كان لأنه هو لمح كعب امرأة بالخطأ، فما بالك بأولادنا شو عم بيشوفوا على شاشات التلفاز وهالمشاهد اللي عم بتخفف يعني بتقلل من أجورنا. صحيح. في هذا الشهر الكريم السلف الصالح كانوا يحكوا عبارة جميلة، إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يعني المصائب اللي بنشوفها والهموم اللي بنشوفها والغلاء والأسعار، هاي كلها آثامنا. الأصل فينا إنه إحنا نجتنب هذه الآثام حتى ننتظر الرزق من الله سبحانه. صحيح. وتعالى. يعني هو إحنا نجتنب الآثام بس نطالب بالتغيير. أكيد. يعني بلاش الحكومة تفهم أننا نقعد نصلي ونركع نخليها تغلي عنا زي ما بدها. طيب الله. تمام. أكيد لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والتغيير من عنا بيبدأ. هبة إحنا في آخر يعني دقيقة أجيك تحكي لنا عن أنا بقول هالمعنى. سبحان الله، زي ما حكيت إنه نكثر بهذا رمضان من الاستغفار والدعاء، دعائنا حتى رب العالمين يزيل عنا هذا الغم اللي إحنا فيه. يا رب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، شفت شو بده يعطينا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل. صحيح. لكم أنهارا. خليها الحكومات وأصحاب القرار يستغفروا، بلكي زبطت معهم وزبط حال هالبلد. هم سبب أصلا كمان سبب من أسباب الفساد، لأنهم هم اللي بيسمحوا لهالفساد إنه يصير في ال... يعني لو إحنا بنمنع مثل هاي الفعاليات تصير، لأنها فعلا تفسد شباب ونخلي رقابة على الإعلام، ما بيصير اللي بيصير. مزبوط. فبالتالي الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. والله إنكم عسلات. الله يسعدك. الحديث عن العسل اليوم، طبقنا الدجاج بالعسل. فحنروح للست ريم عويس اللي حتعمل لنا اليوم دجاج بالعسل وسلطة يونانية. شوفوا كيف إحنا أكلاتنا خفيفة لطيفة، خفيفة. طبق طبقين خمس دقائق خلاص انتهت الغاية من الموضوع. أما أحط ثلاث ساعات طبخ، والله إن قناة محترمة. صحيح. الله يخليهم. إحنا حننهي. كانت صفاء حابة تحكي عن عشر الأواخر، بس إحنا يعني خصصنا حلقة كاملة، وممكن في قادم الأيام إن شاء الله كمان شاء نحكي. الله. شكرا هبة الأخرس. الله يسعدك. نورتينا بيتك حبيبتي. عامر. الله يسعدك. شكرا صفاء منصور حبيبتي، يرضى عنكم ويدوم بيتكم عامر. مشاهدينا مع ريم عويس ونهاية حلقتنا لليوم ومحطتنا الأخيرة، وأنا من هنا سأودعكم وأترككم لتتابعوا طبقنا لليوم. أترككم إلى أن ألقاكم في حلقة
جديدة. أترككم في أمان الله. معكم إن شاء الله اليوم بالطبق الرئيسي، وهو عبارة عن دجاج بخلطة من البهار مع البدائل، طبعا الخل مع العسل. أول ما راح نبدأ راح نعمل اللي هو الصلصة اللي راح نحطها على الدجاج. عندنا المقادير، في عندنا معلقتين لبن، في عندنا معلقتين كبار من صلصة البندورة نعملها بالصغيرة، في عندنا رشة خل طبيعي، خل تفاح، في عندنا معجون من الثوم المطحون، معانا معلقة من البصل المطحون تقريبا، في عندنا بديل صحي للمكعبات، وطبعا هذا المنتج آمن بدون مواد حافظة. في عندنا معلقة من الهيل، معلقة من الزنجبيل تقريبا، في عندنا معلقة من البهار الحلو، ومعلقة صغيرة من البابريكا، راح نحط معلقة من التلبينة اللي دائما نقولكم عنها اللي هي طحين الشعير، نستخدمها بدل الطحين او نشا الشفاء. راح نحط معلقه كبيره من الملح، وراح نحط رشه زيت زيتون. راح نخلط المقادير، ممكن نضيف برضو شويه ماء او شويه صلصة اللبن والبندورة، طبعا هذا المقدار بيكفي لجاجة. رح ننقعها تقريبا لمدة 4 ساعات بالصوص. نجيب قطعة قطعة، نحطها بالصينية القطعة وننقعها بالثلاجة لمدة 4 ساعات زي ما حكينا. إذا حسينا الصلصة بدها أكثر من السوائل ما عندنا مشكلة، ممكن نضيف كاسة مي صغيرة بس. كل ما نقعنا الدجاج أكثر بوقت كل ما أخذ النكهات أكثر. نكمل ننزل باقي المحلول هون مع شوية خلطة مع اللبن، نخلطهم طبعا. بالنسبة لهي النكهات رح تعطيكوا النكهة الحامضة على الحلو، لكن العسل ما بنضيفه إلا بآخر مرحلة لما نطلع الدجاج من الفرن، على أساس إنه العسل يضل بخواصه ونستفيد منه. هيك صار عنا جاهز إنه نحطه بالفرن. طبعا بده يكون الفرن حامي تقريبا لساعة إلى ربع. هلا رح نحط الدجاج بالفرن بعد ما حميناه، رح يقعد تقريبا ساعة إلى ربع، وبننصح أخواتنا إنه ما نحط عليه قزدير ولا شيء ليستوي. هلا لما طلعنا الدجاج من الفرن بعد ما حطيناه 45 دقيقة، جبنا طبعا من صلصته عشان نضيف العسل. زي ما حكينا لكم إنه ما بصير نحط العسل داخل الشيء السخن، إحنا خليناه عشان نضيفه مع الصلصة. نحركها طبعا كويس،
طبعا العسل هون مع الخل بيعطيكوا نكهه الحامض حلو. وطبعا هون نستخدمها بدل الصويا صوص، كون انه الصويا صوص ماده فيها ضرر فاحنا استخدمناها في مواد طبيعيه. هلا هيك طبقنا جاهز مشاهدينا. طبعا هيك نهينا الصحن، بس بهمنا كمان ننظفه عشان نقدمه. صحتين وعافية. رمضان كريم، يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. طبعا احنا ان شاء الله طول الشهر الكريم ان شاء الله رح نكون معاكم وصفات صحية وسهلة وبسيطة في برنامج بيتكم عامر. اليوم ان شاء الله حابين نبدأ معاكم بالوصفات السهلة اللي بنقدر نعملها بطريقة سهلة وزاكية وصحية. طبعا رح نعمل اول شيء معنا السلطة، بسموها السلطة اليونانية، مكوناتها بسيطة وكثيرة. عندنا اول شيء بنبدأ بكوب البندورة، بندورة مقطعة لدوائر. طبعا اول ما نبدأ نضيف القطع كلها بالجاط، وبنبدأ بعدين كوب خيار مقطع. وطبعا هذه الوصفة بتعتمد على قديش احنا بنحط من المكونات، مكوناتها كثيرة لكن لذيذة. في عندنا طبعا كوب من الخس مقطع، في عندنا ربع كوب من البقدونس المقطع. طبعا هذه الوصفة كمان بنحط من الجبنة الحلوم الحلوة ربع كوب، وعندنا ربع كوب من الذرة المسلوق، عندنا طبعا كوب من الفلافل الخضراء، كوب من الفلافل الملونة برضو. رح نحط كمان ربع كوب من الزيتون المقطع الدائري، وربع كوب من المخلل. هلا رح نضيف كمان للنكهة أكثر أكم من ورقة نعنع أخضر، في عنا زعتر أخضر تقريبا ربع كوب. هلا أهم شيء عنا بهاي السلطة عمل الصوص. الصوص أول إشي عبارة عن ليمون، ورح نكتر الليمون عشان نخفف الملح، تقريبا الكوب، تقريبا معلقة ملح خشن. رح نضيف من طحين الشعير تقريبا المعلقة، ومعلقة خل أو تفاح طبيعي. معلقة من زيت الزيتون، نخلط هذا الصوص عشان نضيفه على السلطة. نضيفه طبعا على المكونات. نخلط طبعا الجاط كويس. اذا حسينا انه في شيء اقل حبينا نضيفه اكثر، ممكن حبينا نكون ليمونه اكثر زيته اكثر، ما في مشكله. وطبعا هذا الجاط ممكن نضيف شغلات ثانيه، ممكن نستعيد عن شغلات ثانيه مثلا زي الزيتون اذا الناس ما بتحبه. لكن هو اهم شيء هذا الطبق فيه المخلل والجبنة الحلوم. نجيب طبعا صحن لنقدم الطبق الجانبي اللي هو السلطة. وزي ما قلنا لكم بنقدر نزيد عليها شغلات احنا بنحبها، ممكن نضيف الجزر المبشور، نضيف الملفوف. نزين كمان طبق